كيفكم؟ شو أخباركم؟ الجو اليوم كتير حلو الحمد لله. هلأ هو برد بس في شمس، وببريطانيا نحنا مقيمين ببريطانيا، اللي كل حدا عم يسألنا ببريطانيا إذا طلعت شمس يعني هذا لاكي داي لإلنا، فحبيت استغل هالشمسات الحلوين وروح جيب خالد من المدرسة ونرجع على البيت ونورجيكم يعني شو بنعمل بعد ما نرجع على البيت، ولح نحاول نعمل شوية تحديات. لح شوف، لح فكر هلا وانا على الطريق شو فينا نعملكم. ويلا let's get started. هاي انا طلعت رح ورجيكم الجو يلي بجنن. على اساس بجنن ما بعرف، كأنه عم يقلب يرجع. دقيقة اقلبكم لك هالشاشة. شايفين؟ هاي الغيوم كلها، ورغم هالشي يعني انه في شمس على اساس. للأمانة الدنيا زنطاري، فأنا لح هلأ سكر الكاميرا، البس كفوف، بس وصل على مدرسة ابني برجع بصور لكم. اتفقنا؟ وهون انا وصلت على مدرسة خلودة. هي المدرسة من برا. هلا خفت صور كتير انه يكون ممنوع، انا هيك بعرف يمكن، فحاولت اخذ لقطات هيك بسيطة. هي خلودة طلع من الصف كتير مبسوط. مامي اشتقتلك، تقفشيني اشتقتلك. شوفي الانسة عطتني هي لانه كنت كتير منيح بالصف ومتعاون. برافو خلودة، على طول هيك بدي اياك. الانسة على طول الحمد لله مبسوطة منه لخلودة لانه كتير بالصف منيح وبساعد رفقاته. مامي يلا خليني اركب سيارتي ونروح على البيت لانه كتير برد ومزنطر وكتير بردان، وبدي ارجع البيت واتدفى واكل، كتير جوعان. لك تكرم عيونك، يلا البس لك كفوف، خلينا نرجع على البيت. المدرسة قريبة على البيت فبنروح عليها مشي، وهذا المحل على طريقنا، لازم خالد على طول يشتري من عنده هيك شيء أكلات طيبة. ماما يسلموا كتير، شوفي شو اشتريت، مالي مصدق امتى ارجع على البيت وافتحهم واكلهم. وهي وصلنا على البيت، واخيرا ما في احلى من الدفى بالبيت. وخالد مثل العادة لسه ما منفوت بلحش جاكيته، مع اني على طول بقول له يا خالد لا تلحش جاكيتاي. ماما انا اسف بس كتير تعبان، الله يوفقك، انتي علقيلي يا هي. انا رح البس بيجامتي لحالي والبس كمان الجرابات لحالي. طيب ماشي، هالمرة سماح بس تاني مرة انت لازم تعلقه لجاكيتك خلودة. ماما شوفي شو لقيت، سبونج بوب وبسيط وشو هذا اسمه مستر بسلطع برجر وقصص. اول ما فوت على البيت اول شغله بعملها بنغير ثيابنا، بعدين بعمل اكله لخلوده. انا ما بكون كثير جوعانه بهذا الوقت، فيلا نشوف شو رح اعمل له. ومثل ما شايفين هون انا عملت له، قلت له هو بس بده يعني يقلي له بيض، وانا عامله امبارح كنت برغل بندورة، فقررت اعمله اياه هون على شكل دبدوب، بركي بيتشجع انه ياكل برغل بندورة. وحطيت البيض عليها لانه هو مصر انه ياكل بيض، فلح شوف شو ردت فعله. ماما شو هاد، شو هالاكله العجيبه هي، ليش هيك منظره للدبدوب؟ حاسه عم يزورني. خلودة اذا بتاكل صحنك بخمس دقائق رح نعمل رجل ثلجي بالمارشميلو، شو رايك؟ بس لازم تاكله بسرعه بخمس دقائق وكلياته، اتفقنا؟ بس ماما حاسه كتير كبير، شلون بدي اكله كلياته لحالي؟ خلص رح بلش بالراس بالعيون اللي عم يزوروني، لسه قاعدين عم يطلعوا علي، رح اكلهم واخلص. وهلا بدي اكل بيض كمان كلياته. ان شاء الله الف صحه وهنا، عن جد كثير مبسوطه انه تحمس وعم ياكلهم، حتى خفت عليه اخر شيء يتشردق، فقلت له خلص ياكلوا على مهله، المهم ياكلوا كلياته. وبعدين بنعمل الرجل الثلجي بالمارشميلو، وهون صار بده عصير. انا ما بحب احط له شيء يشربه الا مي، بس كتير نقى علي بده عصير فلحط له. مامي انا الحمد لله شبعت، معلش نعمل رجل ثلجي بليز. لك تكرم عيونك، الف صحه وهنا. ومثل ما شفتوا الحمد لله اكل كل الصحن تبعه، وكتير كتير مبسوطه، ما توقعته ياكل برغل، على طول بيطلب مني بيض بيض، فحبيت اني هيك افكر انه كيف اعمل له، اقدم له هاي البرغل مع البيض، ما بدي اياه ياكل بس بيض كل يوم. فالحمد لله أكلها كتير مبسوطة، شفتوا شو خلى بس بالصحن. ويلا هلأ نشوف كيف نعمل هذا السنومان مع الهات شوكليت، خليكم معنا. وشوفوا لي هالمارشميلو الكبير، إنه عن جد واو. هلأ رح نعمل فيه السنومان مع الهات شوكليت، بس كمان رح صوره فيديو مشان نزله بالشورت، وكمان رح ورجيكم بطريقي كيف عم ما وراء الكواليس كيف بعمل الفيديوهات اللي بنزلها بالشورتس بالستوري بتطلع. ف يلا نبلش.
وهون أنا بصور مثل ما شايفين، أنا ما بصور بالمطبخ لأنه هون أريح لي وبتحكم بالإضاءة أكتر. مطبخ عندي صغير مثل ما شفتوا، فهي الطاولة أنا بصور عليها، بحط هاي الإضاءة كلها لأنه أنا عطول بصور بالليل، فالإضاءة ما بتكون قوية، لازم حط كتير كتير ضوية حوالي، يعني حتى الرينج لايت ما بيكفيني. وهيك أنا بصور هلأ، اضطريت أقلب الفيديو يعني ساويه بالعرض، أنا بنزله بالطول بالفيديوهات الشورت القصيرة اللي بتشوفوها. هون قلبته بالعرض لأنه الفيديو تبع الطويل بيكون بالعرض. شفتوا عملت لها شوكليت هون، هذا الفيديو اللي نزلته، وهذا الرجل التلجي اللي وعدنا خلودة نعمل له إياه إذا أكل كل صحنه. وهون بس بخلص الفيديو بدير وشي، هي حطيتها زيادة لأنه الضوء كان لساعته خفيف، فهون بدير وشي بلاقي الدنيا قايمة قاعدة وراي لأنه خالد بيكون داخل، فبقعد بيتسلى وراي بيلعب قدامي. هي الهوت شوكليت اللي عملتها كلياتها شربها، المطبخ كمان بيقوم وبيقعد لأني بصور كذا وصفة هلأ. وأنا عم صور ما ورجيتكم، صورت الكاتشب، هي طريقة الكاتشب صورتها، وكمان صورت المارشميلو البيتزا اللي ساوت لي، عملت لي دمار بالمطبخ لأنه لازم حط الصينية حوافها تكون عالية، بس أنا جذبتها والصينية حطيتها بدون حواف، فأنتوا بدكم تجربوها حطوها بصينية حوافها عالية. ولازم هلأ قعد إجلي ونظف هالكركبة كلها، بس حابة أعمل لخلودة لعبة وورجيكم ياها سوا قبل ما إنه بلش تنظيف. خلودة شو رأيك نلعب لعبة؟ بدي لعبك لعبة كتير حلوة، تعال لأقلك. الحمد لله وأخيرا خلصت فضيتي لي، يعني شو هي اللعبة اللي بدك تعملي لنا ياها؟ هاي اللعبة شفتها مرة وكتير حبيتها، أي كرتونة عندكم ياها ما بدكم ياها بتجيبوها، وهلأ بتشوفوا شو رح أعمل فيها. بترسموا عليها أي وش، يعني أي وش عادي أي حدا فيه يرسموا للوش، لا تخافوا. حطيته على الطاولة محل ما بصور، ثبتت الموبايل مشان ما ترج إيدي كتير، ورسمت عليه هيك، ما بعرف ليش خطر لي أرسم وش بنوتة، فأي هيك وش بسيط إن ترسموه. هلأ شوفوا آخر شي شو بنعمل. ماما طيب كنت ترسمي وش صبي، ليش رسمتي وش بنت؟ يا الله يا ماما حقك علي. خلص المرة الجاية بنعمل وش صبي. هون بنعمل دويرة، أي فنجان عنكم أو غطاء رسموا دويرة وقصوها، بعدين بتحطوا طابات صغيرة على قد الدويرة اللي أنت عملتوها، أو إذا عنكم تفاح صغير، فواكه صغيرة، يعني أي شيء هيك مدور عنكم يا عملوا ثقب على قده. والله العظيم إنه ضل خالد شي يومين ثلاثة وهو كل شوي يحملها ويلعب فيها، كتير حلوة وبتسلي. شوفي شوفي شلون عم فوتهم كلياتهم، إمي حاسس التم عم يتحرك، ولي كأنه بقلب جني هاي. لا الله ما كانت تفوت هالطابة. يلا هانة شدي لي حيلك، يلا ركز ركز لحالة بتلاقيها فاتت الطابة. يبعت لحمة ما كانت تفوت عن جد، كلكم كلكم جربوها بتجنن، قولوا لأمكم تعملكم ياها كتير حلوة. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنت بتمنى صور لكم لسه شغلات أكتر من هيك، بس تعبت وأنا ما بحب أني بالبيت ألبس حجابي وأقعد مليت. فلح هلأ بدي كمان أعمل مونتاج للفيديو وصور فيديو قصير. خالد كتير مبسوط. وشغلة تانية، إن شاء الله يا ربي ما يحظروا لي التعليقات لأنه خلودة طالع معي بالفيديو، فبتمنى أنا إذا لا سمح الله حضروا لي التعليقات رح نزل رابط الفيديو، واكتبوا لي تعليقاتكم وشو رأيكم وشو بتحبوني صور. إن شاء الله تضلوا بخير، باي.